عاش الأمير أحمد بن سلمان يستلهم من والده حب الخير ومساعدة الناس، فضلاً عن الالتزام بأداء العمل وحسن التعامل وعدم التهاون في محاسبة المقصرين. كان إنسان يحب فعل الخير في كل شيء، ودايم بسرية، يعني يقول لي لا تعلم أحد، لو أمرني على شيء أفعله هو في فعل خير يقول لا تعلمه مرة. ومن الأشياء اللي عالقة في ذهني لها الحين اللي هو حاجتين. الحاجة الأولى، كان عندنا موظف في الشركة الله يبيح منه، وحنا رايح طالعين مني راح نداوم حول الساعة 7 ونص 8 كذا، كلمة مدير المكتب قال لنا فلان بنفصله، يعني ما أدري شنو مسوي. أنا أسمع وأنا معه في السيارة كلمة، قال يا فلان قطع الأعناق ولا قطع الأرزاق، فلان يرجع، كان ما تبيع عندك حطه مع الثانيين. هذه الكلمة هذه أنا ما أنساها إلى الموت، قطع الأعناق ولا قطع الأرزاق صراحة. فهذه يعني من المواقف اللي لها الحين ما أنساها، ولا يعني يمكن لو تمر على واحد ما هو بناسيها، يعني الموقف هذا يعني بعض الناس يمكن تجهلها، يعني الكلمة هذه لها معنى قوي، يعني قطع العناق ولا قطع الأرزاق، يعني هذه حاجة يعني تكفي عن كل شيء، يعني سبحان الله. والشيء الثاني، وحنا طالعين من الشركة حول الساعة 1:00 1:30 في الظهر حر، وحنا ماشيين مع الخط، في كان في عامل على الخط يشر، أنا حتى أنا تفاجئت، قال وقف وقف، وقفت حتى تفاجئت، قال هذا فكتح القزاز وشر له، جاء العامل قال ركب، وركب معنا في السيارة، ودخلنا هنا في القصر، وهو نزل دخل مكتبه قال وده وعطه معك اللي في السيارة، سبحان الله. أنا عاد وديته محله وعطيته المكسوم اللي أمرني عليه الله يرحمه ويبيعه. اشتهر الأمير أحمد بعفويته ودماثة خلقه في التعامل مع الجميع.